صباح الخير. من ألذ أنواع الكيك اللي جربتها وأسهلها هي كيك الحليب الساخن. مكوناتها زي أي كيك، ولكن طريقة تحضيرها هي اللي مختلفة شوية. هي كيك فانيلا اسفنجي، طعمها حلو قوي، يشبه النايتي. في الفيديو عملت شكلين في قالبين مختلفين. ممكن تعملوها في أي صينية مقاس 18، وممكن تضعفوا المقادير لقالب أكبر. أول خطوة زي معظم الكيكات اللي عملتها، هنضرب 2 بيضة مع نص كوباية سكر ومعلقة صغيرة من الفانيلا مع بعض على سرعة عالية لحد ما نوصل لقوام فومي وفاتح. المقادير بالظبط هتكون مكتوبة في صندوق الوصف. أول ما نوصل للقوام ده، هضيف 3 معالق كبار من الزيت واخلطهم مع بعض. أي زيت، زيت ذرة أو عباد شمس، أي حاجة. بعد كده هنخل المواد الجافة، كوباية من دقيق الكيك، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الملح. لو الدقيق متعدد الاستخدامات ياريت نخله اكتر من مرة. وهقلب بالمضرب اليدوي. في المرحلة دي قوام الكيك بيكون تقيل شوية، عادي جدا. هجيب صوص بان واحط فيها 50 جرام من الزبدة ونص كوباية لبن، وهسخنهم على النار بس ما توصلش لمرحلة الغليان، بس يكونوا سخنين. هضيفهم على الخليط وهقلب لحد ما اوصل لقوام خفيف. وانا بقى بسخن اللبن، ياريت نشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة سلسيوس من تحت، بس انا مش بشغله من اول ما بحضر الكيك، لا بشغله اول ما بضيف اللبن. القوام بتاع الكيك بيكون خفيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجهز بعد كده اول قالب، انا هدهنه بالزبدة، واحتياطي برضو هحط من تحت ورق الزبدة عشان يتقلب معايا بسهولة وما يلزقش. وهصب خليط الكيك، هدخله الفرن بقى على درجة حرارة 180 درجة سلسيوس من 35 ل 40 دقيقة، او لحد ما دخل عود خشب في نص الكيك ويطلع نظيف. ده شكله بعد ما خرج. هسيبه يهدى 20 دقيقة وبعدين هقلبه وهسيبه يبرد تماما على الكولينج راك قبل ما اقطعه. بالنسبة للقالب التاني، نفس الخطوات بالظبط. هدهن القالب بالزبدة وبعد كده هصب الخليط فيه، وهدخله الفرن برضو على نفس درجة الحرارة. ولكن القالب ده اخد وقت سوى اقل شوية، يعني اخد 30 دقيقة، لان نخلي بالنا اختلاف شكل القالب وحجمه هيفرق في وقت السوى، فناخد بالنا من الموضوع ده. المهم ما نفتحش عليها قبل 25 دقيقة وبس كده. الكيك جاهز، حاجة خفيفة مع الشاي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. باي باي.